دول احنا بقى دلوقتي بقينا في ايطاليا؟ ايطاليا ايه يا اهبل، احنا لسه في ليبيا، بعد 5 دقايق هيجوا ياخدونا يودونا بقى على ايطاليا بالمركب على طول. يلا والله امك دعيلك يا دول. مالكش دعوه، مالكش دعوه. 5 دقايق ايه يا استاذ؟ احنا بقالنا هنا 4 شهور في الاوضه المعفنه دي، ده احنا نفسنا نتمسك ونترحل على الاقل نرتاح من المرمطه اللي احنا فيها دي. تتمسك؟ ما في حد يتحرك، انتوا مجهود عليكم، هات ترحلوا. ده احنا ما لحقناش، بقالناش 5 دقايق. معلش بقى دول، هناخد راحتنا بقى في ايطاليا. انت فكرك البوليس هيودينا ايطاليا يا اهبل؟ هيرحلونا على مصر يا عبيط. حاضر سيادتك، امسكوا ده، انت البوز اخ. لا لا كده حاجه تقلق. عادل بقاله شهر ما سالش من ساعه ما مشي، ولا اتصل ولا حتى رن على الموبايل عشان يطمني. اه يا حبيبي يا ابني، انا قلبي واكلني عليه. يو يو يو، ما تقلقوش كده بقى. انا بقى حاسه ان هو مستني لما يلاقي شغل ويكلمنا ويقول لنا انه وصل بالسلامه ولا شغل. ويكلمنا وصل بالسلامه ولا كل همك في البرفانات؟ مش عارفه ايه اللي خلاه يقبل الموضوع ليبيا ده، مش قادره افهمه. لو كنا نعرف بس الراجل اللي جاب له السفر ده كنا عرفنا اخباره ايه. يا اخوانا من فضلكم بصوا، انتوا امشوا ورا احساسي. انا احساسي بيقول ان هو مستني لما يلاقي شغل ويكلمنا ويقول لنا يا اخوانا انا مسكت الشغل خلاص. شفتوا بقى، ده عادل عشان تعرفوا انا احساسي رهيفه دي. ده اكيد عادل. الو عادل. عادل حبيبي، ازيك يا حبيبي، وحشتني قوي. اخس عليك كل ده، ما تطمنيش عليك. ايه انت فين؟ في الاسم؟ الاسم بتعمل ايه يا عادل في الاسم اللي عملته؟ طيب خلاص يا عادل اهدى، انا جايلك دلوقتي. باي 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 باي. ايه يا رانيا، في ايه؟ مسكوه في ايطاليا؟ لا يا انتي، ده هو اساسا ما وصلش ايطاليا، ده هو اساسا اتمسك في ليبيا ورحلوه، وهو دلوقتي في الاسم هنا في مصر وعايزني اروح اضمنه. ازاي ده حصل؟ ازاي حصل كده؟ ازاي نفسك واسالي احساسك المرعف العالي اللي حاسه بيه قوي. مش قادره احساسك ده، ولا رجعه. انا لازم اروح دلوقتي. هروح معاكي. لا اسكت بقى، اسكت بقى، انت اللي لعسني وهتبوظ لهم كنبه. الكنبه بتاعت الحكومه يا ابني، كنبه الحكومه. جمل يا دي اسكت، يا انا مش كفايه الشنط اللي انت ضيعتها يا غبي. وحشوني والله العظيم، وحشوني. رانيا جبتوا البطايق ولا يرجعونا ليبيا تاني؟ اتمرمطنا يا رانيا، رجعونا من ليبيا مترحلين، بقالنا شهر. الغبي ده مش فاهم يعني ايه مترحلين، فاخرنا في الترحيل. انا عليك يا حبيبي، بهدلوك 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 يا حبيبي. يا رانيا جبت عيش وحلاوه علشان هموت من الجوع يا رانيا. مين ده؟ رانيا انت قصدك ما عرفتيش اللي حصل لنا، احنا اتبهدلنا، اتضحك علينا، اتضحك علينا. يا موكوس يا موكوس، مش عارف توصل لغايه ايطاليا. لما جينا طالع البرفانات ولا انا طالني الهدوم المستورد، مش عارف توصل لغايه ايطاليا. يعني مش همك غير شويه الهدوم والبرفانات؟ ده انا اتمرمطت، ده انا كان نفسي والله اجيب لكم هدوم من روما. بس اللي حصل ايه؟ اللي حصل اني مش هقدر اجيب لكم حتى هدوم من العتبه. معلش يا رجاله حبيبي، على قد ما انا متضايقه من اللي جرالك والبهدله اللي شفتها، على قد ما انا مبسوطه انك رجعت لي. بألف سلامه يا قلبي. الله يسلمك. الله يسلمك. مين ده؟ يا رانيا، رانيا اهم حاجه يا رانيا، الشريط لسه عندك؟ شريط ايه بيه؟ الشريط اللي هو بتاع شادي، اللي هو خلاص مش مسافر، والختمه ما مسافر، وبضربه بالجزمه لو سافرت عندك.